كل حادثة ليها خلفية مختلفة عن الأخرى، بس لما نوصل لمرحلة القتل ساعات بنحط بيبقى عندنا إشارات لحاجات معينة. المخدرات جزء، الوازع الديني المختفي جزء، الاعتياد على العنف لو نشأ في بيئة أساسا هي بيئة فيها طباع عنيفة أو طباع شرسة أو اتعود إنه يشوف عنف من وهو صغير بيقلد العنف اللي شافه هو صغير، في عنف أسري اتربى في بيئة فيها عنف أسري، فالدراسات بتقول إن الناس اللي اتربت في بيئة فيها عنف أسري كتير بينتج عنها عنف وجرائم كتير. جينات، يعني مثلا ممكن تلاقي قاتل بس من جد الجدود، فهنا بنقول ان ديت نتيجة حاجات، عوامل متعددة، مش عامل واحد. المخدرات بقى بكل انواعها، مخدرات التخلقية، لان للاسف كرة المخدرات التخلقية دي نوع من انواع المخدرات الصناعية بقت موجودة دلوقتي، بقت الجرعة بتاعتها ازيد من الجرعة بتاعت المخدرات اللي هي اللي جاية مشتقة من حاجات زراعية، فتأثيرها بقى اقوى، بقت تعمل حاجات غريبة بتأثر على كيمياء المخ، فبدأنا نشوف جرائم غريبة طول الوقت او نسمع جرائم غريبة. وبعدين للأسف الكلام على الجرائم الغريبة بيبقى زي العدوى، تقعد تتكلم على جريمة غريبة واحد يقلدها، يعني المفروض الجمعية الأمريكية للطب النفسي بتوصل ان الجرائم ما تتعرضش بتفاصيلها كده، يعني ما اقعدش اعرض تفاصيلها الفيديو والناس تقعد تتفرج عليه، او لان الناس بتقلدها. جرائم سرقه كبيره جدا، من يسالوهم وهم بيحققوا معاهم يقول لك كنت بقلد الفيلم الفلاني، او قريت على تفاصيل الجريمه السابقه اللي قبل كده، قريت في صفحه الحوادث عنها او شاهدتها، فلا نحاول نقلل في حده عرض الجرائم.